قضية سد النهضة واحدة من أبرز القضايا على الساحة المصرية خلال العشر سنين اللي فاتوا، وده بسبب التحركات الأثيوبية الأحادية اللي بتعملها. بس خلال الفترة اللي فاتت حصلت حاجات جديدة تعالوا نحكيها لكم. كشف الدكتور عباس أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عبد التربين بسد النهضة الأثيوبي للعمل بعد توقف لأكثر من 100 يوم، وده وفقاً اللي أظهرته صور الأقمار الصناعية وكشفت عن وجود دوامات خفيفة في حوض التوربينات. صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود دوامات خفيفة في حوض التوربينات، واللي على الأرجح ناتج عن تشغيل توربين واحد نظراً للدوامات دي، بالإضافة إلى أنه في حال تشغيل التوربين بكفاءة فالمية اللي بتفيد حالياً من أعلى الممر الأوسط مقدارها بيكون نحو 50 مليون متر مكعب. وقال الدكتور عباس ان المية دي ممكن تمر بالكامل من خلال التوربينين لقدرتهم على تمرير من 50 ل 100 مليون متر مكعب في اليوم حسب كفاءة وعدد ساعات التشغيل. الدكتور عباس قال كمان ان تشغيل التوربينين هيضطر اثيوبيا لفتح واحدة من بوابات التصريف لتجفيف الممر الاوسط استعدادا للاعمال التحضيرية للتخزين الرابع. والدكتور عباس قال كمان في وقت سابق ان الاعمار الافتراضيه للسدود بتتقاس بكميات الطمي اللي بتترسب في الخزان، ولما بيملى الطمي البحيره هيؤدي لتوقف السد عن العمل. وقال كمان ان العمر الافتراضي للسد العالي حوالي 500 سنه، اما سد النهضه فعمره الافتراضي قصير مش هيزيد على 70 سنه في حال انه مش هينهار بسبب التشققات والفيضانات الشديده والزلازل. وخلال أكتر من 10 سنين من مفاوضات لسه أثيوبيا بتراوغ وبترفض توقيع أي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع المصب مصر والسودان. وخلال كل الفترة دي حذرت مصر من محاولات أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع، وقالت إنها مش هتسمح بفقدان نقطة مية من حصتها السنوية في مية النيل، وإن السياسة الأثيوبية هتدفع المنطقة لحالة اضطرابات في منطقة القرن الإفريقي. وتجمدت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان، واللي كانت بتتم برعاية الاتحاد الإفريقي في إبريل 2021 بعد فشلها في التوصل لاتفاق. وبرغم من كل التعقيدات دي بيضع المراقبين أمال كبيرة إن تكون القمة الأمريكية الإفريقية جسر للوصول لاتفاق ملزم يحفظ حقوق دول المصب مصر والسودان. فهل هينجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم ويقدم الحل اللي فشل فيه الرئيس السابق دونالد ترامب؟